نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم. عمادة الأطباء ترد على مذكرة وزارة الصحة بشأن تحديد الجهات الطبية التي لها الحق في التعامل مع الإعلام. احترام أخلاقية المهنة والاستعانة بأهل الاختصاص في الاستراتيجيات الاتصالية لوزارة الصحة مع ضمان حق الأطباء في التعبير عن آرائهم في إطار اختصاصهم ووفق المعطيات العلمية الثابتة في كنف احترام واجبات الطبيب. هذا أبرز ما جاء في بيان المجلس الوطني لعمادة الأطباء أمس تفاعلا مع مذكرة وزارة الصحة بشأن تحديد الجهات الطبية التي لها الحق في التعامل مع وسائل الإعلام والتدوين على شبكات التواصل الاجتماعي في المسائل الصحية، انطلاقا من دورها في تقديم المعلومة الصحية الدقيقة والمفيدة. إذاعة الحياة فم تواصلت مع عميد المجلس الوطني للأطباء الدكتور رضا الضاوي. مع حق التعبير فما مهمة خاصة عند الطبيب هي مساندة الجائحة، هذه المجابهة هو الوعظ والإرشاد هما أوكد المهام يطلع بها الطبيب لحماية صحة الفرد والمجتمع. وجد في الإطار هذا دعوة متاع العمادة باش يكون الطبع مع احترام أخلاقية المهنة والمجلة واجبات الطبيب. الاستعانة بأهل الاختصاص هي من قديم الزمان، الخطاب اللي يقدمه الطبيب مش كما الخطاب اللي يقدمه شخص آخر ولا سياسي ولا مواطن عادي، هو بالطبع يستند لآخر معطيات العلمية الثابتة، يرفع من درجة الوعي المواطن ويساهم في الوقاية من المخاطر. احنا عادة الطبيب في المجتمع معايش عنده العائلة وعنده السكان اللي دايرين به، عادة يسألوه هكا يبدو سؤال ولا حاجة عندني داخل في المهمة متاع الطبيب في المجتمع. أول شيء تكون شفافية لأن الوضع خطير، كل يوم نأكدوا الخطورة متاع الوضع. والاستراتيجية الاتصالية عادة تم وزارة الصحة، العمادة عندها الاتصال مع الأطباء أكثر شيء، هي ماهيش باتصال مع عامة الناس، لكن ساعات تواتي نخرجوا بيان للعموم باش نأكدوا شيء ولا حتى نعرضوا الجهود نتاع الوزارة. عادة هذا دورة الأطباء الكل، النصح والإرشاد، وباش يحثوا المواطن على التلقيح لأنه التلقيح هو طريقة الأنجع للخروج من الوباء هذا. وإحنا نشوفوا المثال نتاع بريطانيا اللي توا رجعوا حياة شبه عادية، وفي بلدان أخرى كيف كيف اللي لقحوا ولقحوا بسرعة وجميع المواطنين هم اللي خرجوا من الوباء قبل الاخرين. انا ناكد على التلقيح لانه التلقيح فيه نجاعة لا نقاش فيها. انا لقحت برشا من اللي نعرفهم حطيتهم باش لقحوا، وهذاك هو مستقبلنا اذا كان نحبوا نخرجوا من الوباء هذا.